طلب عن العيد. صفحة 33 من الإعلام. النهاردة إن شاء الله هنفتح الحصة قبل جود الأفكار. لو الدكتور بيتكلم يلا 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 المشهور قوي قديم كان اسمه جودمان. جودمان ده مسك البريد
ورقم كل اريا فيه. فبيرقموا الاريا دي حسب رودمان بيسموها اريا 1 2 3 محطوطه تحت العنوان على طول فوق الرسمه اريا 1 2 3. موجوده فين دي حسب الاناتومي؟ احنا اتفقنا الحته العاليه دي بنسميها ايه؟ الجماعه العلماء قالوا الحته العاليه دي ورا الشفاء بيسموها بون سنترال جايرس، يعني الجايرس اللي ورا السنترال فالكس بون سنترال جايرس دي مكانها ريبريزنتيشن. يعني تمثيل الجسم كل واحد من الجسم ورا بنقول لك الثلاثة صفر واحد ريبريزنتيشن يعني تمثيل الجسم. أول كلمة رقمها لي يبقى واحد كروز. يعني إيه كروز؟ بص يا شباب يعني السوماتيك سنسوريا وان بتاع الأحياء دي اللي بتتلقى الإحساسات من النص الثاني بتاع الجسم والعكس صحيح. السوماتيك سنسوريا وان من النص الثاني دي اللي بتتلقى الإحساسات من النص الثاني بتاع الجسم. ما تستغربوش المعلومة احنا قلنا حكاية كروز أبقى. يا أولاد الإحساسات الحلوة كانوا أربعة. مين الحلوين الأربعة؟ فاين تاتش. أهل أيام الكسر النهاردة بقيت متأكد إنك عارفهم. فاين إمبريشن كررتهم. إمبريشن ومعاهم بتوع الحركة بروبريسبشن فصولي. الإحساسات الحلوة بتاعت الناحية دي كلها إيد ورجل طالعينها كانوا على نفس الجهة. جراتيل وكليات راجل. حتى مين من الرجل؟ جراتيل وكليات الأبر جهة. وكانوا بيعملوا كروسنج اول المظله ويكملوا للناحيه الثانيه بيروحوا السوماتيك سنسوري اريا وان بتاع الناحيه الثانيه. دول الحلوين التعبانه بقى كانوا بتوع اللاترال وبتوع الانتيريور كولم. بتوع اللاترال اللي هم مين؟ ايه ومين؟ اخر يوم عايز اطمئن عليكم بالسنسوري انكم حافظينه صح. بتوع الانتيريور كولم اللي هم مين؟ ونورم مين هم ده؟ هم ده بتاع شيء بتوع الحكومة في بقى روتاتش بكلم روحي رود ماشي تيجي الدوريش شوية سكشن الست التعبانين بيجوا تمبريشن روتاتش تمبريشن تمبريشن سكشن. بتوع الرجل الأحيانيين بيعملوا كروسنج على مستوى الفاينل كورد وبيكملوا على الناحية الثانية وبيروحوا للسوماتيك سنسور غير وانا على الناحية الثانية. يبقى لما اسألكم على السوماتيك سنسوري بتاع الناحية دي هتقولوا لي ان هي بتستقبل الاحساسات من النص الثاني بتاع الجسم. حلوين ووحشين فهمتوا يعني ايه كروس؟ رقمتوها حاجه واحد نبتدي الجوبل اللي في اليوم. تاني كلمه انفيرتد يعني مقلوب رقمها لي بقى اثنين. يعني ايه مقلوب؟ المنطقه اللي بتستقبل احساسات الدماغ هنا مرسومه تحت. المنطقة اللي بتستقبل احساسات الرجل فوق ايه ده؟ انت نص بني ادم؟ ايوه لان انا بشرح على ناحيه واحده. امال انا لسه قايل لكم ايه؟ مش قايل لك ان السوماتيك سنسوري بس ناحيه بتستقبل الاحساسات من نص الجسم بتاع الناحيه الثانيه؟ اصل دي اختها الناحيه الثانيه. فانا لقيت النص الدماغ والدراع والرجل. المنطقه اللي بتستقبل احساسات الدماغ تحت الرجل فوق. القصد لله يا ولاد من الكلام دي كان رائع. Protection. ربنا عايز يخبي الايدين جوه شويه. احساسات الايدين 100% اهم من احساس الرجل. اقول لك حاجه في كتاب مره كان بيوصف وصف الرجلين دي قال لك انها عباره عن organ for propulsion. دي مجرد المشي. الانيمالز عندهم اربع رجلين للمشي انما الايدين اللي هي دي اللي صنعت الحضارات في الدنيا كلها. الايدين دي اهم بكتير. ربنا عشان يحافظ لنا على احساسات الابر لين دفنها جوه المخ خالص. احساس الرجلين هو اللي بره. يبقى الدماغ تحت الرجلين فوق. المنطقه اللي بتستقبل احساس الدماغ والايد تحت هو خالص جوه المخ بتاعت الرجل فوق. يبقى كده يا ولاد لو واحد لا قدر الله حدا وقع في دماغه
مين اللي هيبيع؟ الإحساس اللي هو الجنب ولا الأبر جنب؟ هو الجنب وده أقل أهمية. إيه يعني لما الإحساس بالرجل يقول لك إنما الرجل ده يخبر لك؟ يبقى لغاية دلوقتي خدنا كلمتين مهمين عن إيريا وانا. إيه الكلمتين؟ كروز وإيه؟ إنجلش. التالتة دي مش جديدة، دي قراءة جديدة، دي معلومة قديمة جدا قلت لكم زمان. بيقول لك جسمك غير ممثل بأبعاد متساوية جوه إيريا وان دي. مش فاهم يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة اسمها الترانك الكبير ده يبقى له حتة بتستقبل الإحساس منه كبيرة، صباع الإيد صغير يبقى له حتة صغيرة. الكلام ده مش صح. الموضوع ده بيعتمد على قيمة المكان اللي بنتكلم عليه. يعني مثلا حتة زي اللبس شفايف الفم المناطق فيها بتاع الاحساس مهمة أوي، عشان كده ليها حتة كبيرة. اللبس والفم حتة كبيرة في إيريا وان بتستقبل الاحساس من هنا. أنا قلتها قبل كده، أنا فكرت قلتها قبل كده. لكن التجربة اللي عملتها على جميلة لما جبت قلمين وابتديت ألمسه بظهره وأقول له حاسس نقطة واحدة ولا اتنين، كان اسمها ستايل ديسكريميشن. مين فاكر؟ كان على الباك الريشيو ديستنس كانت بتطلع كام؟ 2 سم. لما جيت أجربت التجربة على صباعه طلعت كام المسافة؟ 2 مللي. فاكرين ليه؟ على الصباع طلعت صغيرة أوي المسافة نصين؟ بسبب مور 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 ليه؟ تسيده ولا ايه؟ كان فين الصباع؟ مور طالع منه ايه الصباع؟ مور افريج. مور ايه كمان؟ فورتيكال ريبريزنتيشن. يعني يوم علمتكم ان الصباع له حته كبيره تستقبل الاحساس منه جوه. واديني رجعت اقولها لك النهارده. في حته كبيره في اريا 1 بتستقبل من الصامبول. رقم ايه ده؟ عايز اقول لك ان الكلام ده هو ده في العصر الحديث قالوا عليه فن الفن التجريبي. الفن التجريبي ده بكثره جرائد الفن التجريبي في العصر الحديث. الفن التجريبي ده بقى اللي هو مع بكثره كان لوحه غريبه قوي يا سيدي. ده كان يرسم لك لوحه كبيره فيها ايد بس تعبر عن البطش والقوة. عايز كده يرسم لوحة كبيرة عبارة عن عين بس فيها دموع تعبر عن الحزن. عايز اقول لك ان الفن التجريبي ده اللي بيتكلموا عليه في العصر الحديث موجود بالبرين بتاعك منذ الازل، موجود في سومات السنس بريئة. في حتة كبيرة تستقبل من الصلاة ومن اللبس، حتة صغيرة بقيت كده. المناطق اللي حسيتها مهمة ليها منطقة مستقبل. حتى حطوا بالتالي الكلمة ده ايه هو ده؟ ولارج اريا مين؟ صامبر. وظائف سوماتيك سنسور اريا 1 كلنا كتبناها الحصة اللي فاتت. ارجع افكرك انك كتبت الحصة اللي فاتت، ما تكتبهاش. الحصة اللي فاتت انا قلت لكم سيريبرال كورتكس هو كان المعني فيها سوماتيك سنسور اريا 1. خلاص قلت لكم الاحساسات بتتوزع ازاي؟ بتتحس فين؟ لكم كل الفاين بيتحسوا في الكورتكس وكان المعني في سوماتيك سنسور اريا 1. طب هنا مش فاكر ليه؟ ما انا ما تزعلش لو خليتك تجرب نفس الكلام ده في السنه مره دي اكثر مره بتتكلم فيها. الفاين اللي هم الاربعه ولو قلت كده عشان اكل عليهم بس فاين تاتش فاين بريشر فاين بريشر. كل التعبانين الكروز بما فيهم الفين بما فيهم الفين بتحسوا بالصلاة. كانت نص التمبريتشر هنا كتبناها المره دي ونص التمبريتشر هنا حد فاكر نص الحراره دي بتاعت الجزء حته التمييز الحراره اقرا كده معانا جوه الصفحه من واحد لاربعه الكبير جنبيهم فاين فاين تاتش فاين بريشر فاين بريشر بروبر ست. نمره خمسه مكتوب عندي التمييز الحراره ديسكريميشن يعني تمييز الحراره. فكرت بالتمييز قلت لك حته ان انا لو جبت لك كوبايتين ميه واحده حرارتها 35 مئويه والثانيه 37 مئويه قريبين قوي بعض اهو
احط الصباع كده هنا وهنا تقول لي دي اسرع من دي او دي اسرع من دي، دي وظيفه الصباعين الكبيره. عرفتوا حته تاريخ الحركه؟ ايه اللي هو عرفت التابع؟ تفتكر لو باظ السوماتيك سنسور اريا 1 مين من الاحساسات يضيع تماما؟ الفاين مين اللي نص نص يتاثر؟ الدبريشن اقل اللي احنا نتاثر كان في الكروز وما فيها البيت ايه كده؟ اللي ضاعوا تماما 1 2 3 4 اللي هم الفاين الحراره مدرك افكتد البيت اللي هو ممثل الكروز ده مو بيفكت اقل واحده يا جماعه عارفين مين كود مش عشان كان في 10% من الفايبر الكاملين هيتكت البيل بتوع اللوكاليزيشن يعني هيبقى اكتر برضه بس بالنسبه للبيل تعالى تاني منطقه في المخ ليها علاقه بالاحساس كلام حلو قوي فين بقى دي؟ اسمها سوماتيك سنسور اريا 2 اهي على التابلوت ده مكانها يقول لك ايه؟ تحت اريا 1 ووراها كده هي دي اريا 2 اخواتنا في الاناتومي جروثمان قال لنا انها بنسميها اريا 40 يعني اريا 40 هي سوماتيك سنسور اريا 2 40 فوق مكتوبه اول فقره تحتها خلينا نبص مكانها اهو واضح على التابلو ورا وتحت اريا 1 المنطقه دي يا ولاد مدفونة جوه المخ جوه خالص مفيش داعي بقى نقلب نمسح ونجيب فوق هي كلها بالكامل في وسط المخ من جوه عشان كده ما تستغربوش لما تقروا يقول لك هنا الجلد كأن واحد راقد دماغه قدام ورجله ورا قال لي اسمك اقلبها يعني ما هو اصلا كله محشي ده بتلاقيها جوه خالص المنطقه دي مكتوبه عندك اللي هي دو بتتلقى كل معلومات اريا 1 وكمان معلومات من الجسم كله. عايز اعلمكم حاجه بقى جميله بالظبط. لما اجي اقول لك ان في اريا في المخ بتتلقى كل معلومات الاريا اللي قبليها وكمان من الحته الثانيه يبقى 100% في وظيفتها احلى ارقى من اللي قبليها. يا ابني اريا 2 خدت كل المعلومات اللي وصلت اريا 1 وكمان حته تانية بعد الدهر في الجيش يبقى 100% اصلا اقرا لك كتاب الكليه كتب الوظيفه ايه وعليه ازاي ايه رايك معايا الفانكشن بتاعتها جيفنج بالظبط الاله دي جيفنج مينينج فور سنسوري سيجنال والله هو الجمله بتاعتي كده ما كتبوش حاجه غير الفضل ده الاله دي جيفنج مينينج فور سنسوري سيجنال اكتبوا جنبيها بالعربي المثال ده اشرحه لكم كرة بلياردو حمراء اللون اكتب جنبيها كرة بلياردو حمراء اللون صفر جنبي لو انا في دلوقتي كرة بلياردو حمراء تعال اقول لك ازاي بتعرف عليها الموضوع حكاية اولا باحساس التاتش انا حاسس انها ناعمة باحساس البريشر انا حاسس انها خفيفه ما هو الجريش الراجل كان بيقول لي قبلاني بعينيا خلي بالك انا بستخدم عينيا اهو في القصه انا شايفها ان شكلها كوره وان لونها احمر المعلومات دي كلها تتجمع داخل اريا 2 اللي بحكيها وفي الاخر تطلع بالانطباع ان دي عباره عن كره بلياردو حمراء يبقى دي وظيفتها قويه شويه خلي بالك اريا 1 دي كانت بتحس ده فاين تاتش ده فاين بريشر دي شوكة ده ستيريوجنوزيس هنا انا بتكلم على وظيفه ارقى اللي بتتعرف على الموضوع ايه اللي في ايدك ده؟ كتبت كره بلياردو الحمراء عشان تفهم المثال تعالى بقى الارقى واحده فيهم اللي وراها سوماتيك اسوسيشن اريا دي موجوده ورا اريا 1 الحته العاليه دي دي سوماتيك اسوسيشن اريا اي ايه ايه طيب السوماتيك اسوسيشن دي اللي هي اخوانا في الاناتومي بيسموها اريا 5 7 طب والديكس راحت فين؟ ما تسالنيش هو جودمان كده قال لك دي اسمها 5 7 كانت 6 حطها في حته ثانيه هو راجل قاعد يخطط في المخ حقه بس فاحنا ماشيين وراه
عارف السوماتيك اسوسيشن ايه دي؟ اذا قلت لكم انها بتاخد كل المعلومات بتاعت اريا واحد دينا وكمان كل المعلومات بتاعت اريا اثنين وكمان بيجي لها معلومات مكتوبة عندك من الزلمس من البنتروميزل ومن حتة تانية من الزلمس. ايه رأيكم؟ لما قلتك ان السوماتيك اسوسيشن اريا واحد دينا خدت كل المعلومات تبع اريا واحد وكمان تبع اريا اثنين وكمان معلومات جايه من الزلمس الفكرة والوظيفة هتبقى زيهم أكيد أعلى. كتاب الكلية بقى كتب الوظيفة بتاعتها هنحكوا أقرأها دايما الأول زي ما الكتاب كتب الكتاب كتب لك دي بقى بتكولكت انفورميشن فور اندرستاندينج الجنين. والله أنا شايف الفقر ده زي فقر الفانكشن اللي فوق جيفنج المينينج فور ذيس بريزنتر. الحقيقة بقى هم هنا وضحوا الوظيفة لما جم يشرحوا الدمج فاكرين مرة لما حكيت لكم ان الواحد ممكن يعرف ايه اللي في ايده من غير الفيجن والقمر؟ فاكر زميلك لما وقف جنبي واديته في ايده منديل وقلم ومفتاح وهو من غير الفيجن ابتدى يتعرف على ايده؟ سمعنا ايه التجربة دي؟ زي الغاز دي ارقى من اللي فوقيها ده من السوماتيك سنسور اريا 2 كنت شايف بعينيك ان دي كره لونها احمر. هنا لا من غير الفيجن اكتب من فضلك اهم فانكشن هنا سيريم فويس. على فكره الكتاب كتبها لما يكتب الدستراكشن زي الخطوتين ثلاثه في الدستراكشن قال لك لو الاريا دي باظت الستيريم نودز بتضيع يبقى هي وظيفتها من الاول الستيريم نودز الستيريم نودز ايه يعني لا ضاع الاستيريو. انا عايز افهم يمكن الفرق ما بين عامل قبل ما اكمل سوماتيك اسوشيال اريا مين فيهم اللي مش قوي قوي في وظيفته ولازم يستخدم العين عشان تعرف على الاستيريو؟ الاسوشيشن وانت مغمض بتاعك على الموضوع غلط عشان اقدر اقول تفتكر اللي بوضع عنده الكوماتيك اكتشف يبيع فيه من السير النور يزيد على السير فايز ولا روز فايز الكوماتيك نول انت تتبع الجماعة الحلوين اللي هم كانوا طالعين على نفس الجهة لبيت ابن الله عضلوا وكملوا الناحيه الثانيه فاللي بص على الناحيه الثانيه هو الغلط. العيان ده بس ده ليه طبعا عنده اقول له روح مدمر اللي بايظ عنده اوتوماتيك اسوسيشن اريا اروح حاطط له مفتاح في الايد اللي على جهه الاصابه صور يعرف المفتاح والغمر يقول ده مفتاح التليفون السليم هو العيان هنشيل المفتاح على ايده الثانية مش عارف ايه اللي في ايده عارف يقول ايه انا حاسس بحاجة ساعة في ايدي بيحسس التاتش هيقول لي لا دي خشنة شوية دي خفيفة اصل عنده اريا وان اللي بتتلقى كل احساس سليمة ما عندوش لا مشكلة انما هل يقدر يقول لي في الاسم ده مفتاح لا يبقى لما نشتري النظر بيضيع هنا بيضيع على السير فايز ولا على الروز فايز لما تيجي نكتبها احسن من كده اكتبي جنب ان ستيريو نوتج ان ذا اوبوزيت سايد او ان ذا اوبوزيت هاند هو بيتعمل في الايه؟ المره الجايه هجيبها في الامتحان. حاجه غريبه ثانيه بقى نستغربوا لها بيقول لك السوماتيك اسوسيشن اللي هي دي اللي بحكي فيها متخزن فيها ابعاد جسمك يعني كل واحد فيها بقى عارف كده طول قد ايه وعرض قد ايه بالتقريب يعني مش لازم تبص انت هتعرف لوحدك كل واحد فينا حاطط جسمه بالظبط بمعنى ايه مش فاهم برضه بعد لما يكون في عربيتين راكنين قريبين قوي في الشارع في الباركنج في عربيتين واقفين انت مجرد ما بتبص بعينك كده بين العربيتين بعينك نظره واحده بتعرف اذا كانت تعديك ولا لا. ما حد
حدش فينا بيبص على المسافه. اه لا كده عدنا كده زياده كده شبر ولا حاجه ما ينفعش. المنطقه اللي متخزن فيها ابعاد جسمك حاجه غريبه هي السوماتيك اسوسيشن اريا. كل واحد فينا حافظ جسمه بالظبط طولا وعرضا. يعني ابص كده على الحيطه دي لا همنيل ولا داخل ولا هخش انظر فيها. ده ببقى عارف اللي متخزن فيها ابعاد جسمك اللي بيخليك دريان بابعاد جسمك هي السوماتيك اسوسيشن اريا. اتفرج بقى على قمه الغرائب. العيان اللي يبوظ عنده السوماتيك اسوسيشن اريا على ناحيه ينكر وجود نص جسمه. يعني ينكره ده؟ والله احكي لك كلام هذا هو الواقع. العيان ده يجي لنا في المستشفى اهله يشتكوا انه لما بيجي يحلق باله بيحلق النص ده بس. طب النص الثاني هو مش مقتنع ان ده تبعه. والله لو شفت النبي يحس بوجع مش مصدق ان ده معاه. بيقول لك لما يجي ياخد شعر ده مش كلام ده كلام القدس ينشف النص اللي هو عارفه بس. ولما يجي يمشي في الشارع النص ده يبتدي يخبط منه كتير وعمال يتوجع كل شويه ومفيش فايده. القصه دي اسمها امورفو سنسز اللي هي عباره عن ايه؟ ديناي يعني انكار اوف اكزيستنس اوف اوبوزيت هاف اوف ذا بودي. انتوا مش متخيلين الكلام ده صحيح. عارفين ليه؟ لان صحته تاج على رؤوس الافراح لا يروا الا المرجع. في ناس كده اللي يبوظ عنده السوماتيك اسوسيشن اريا كده وما ينفعش تقنعه. هو خلاص المكان اللي بتخزن فيه معلومه مش موجود مش مقتنع بيه. طب اشوفكم معلش بتتكلم. بصوا لو انا شفت الحكايات هخلص نص الوقت بس هتطلع في الاخر مهدود شويه فبفضل كلمني اشرح زي ما انا عايز اللي بيتكلموا. بقول لك العيان ده اشوفكم تبوس في الناحيه دي اللي مش مقتنع بيه هيحس بوجع لان عنده سوماتيك سنسوري اريا وان سليمه والاحساس سليم. تقول له مش انت حسيت بوجع؟ يبقى دي تبعك. مفيش فايده. المكان اللي بيتحط فيه البروجرام بايظ. تخيل عندك الكمبيوتر سليم علبه وكيبورد وماوس الهارد ديسك بقى ايه ده محصله بقى خلاص خلاص مش مسلسل. دي اسمها انامورفوسيس. تعالى ننزل بقى للحته اللي دوب عليها من المحبه جزء الامراض. تعالى احكي لك جزء الامراض شويه. اول حاجه عايزين نتكلم عن لخبطه الاحساس. في حاجه اسمها انستيزيا. لو تفكر بكده انستيزيا يعني لا هو انستيزيا الاحساس. تفتكر لو الاحساس قليل بيسميها ايه؟ هايبوستيزيا. طب لو زايد هايبوستيزيا. اللي عنده تنميل في ايده ولا رجل سميتها لكم باراستيزيا. هتفرق كده ايه؟ باراستيزيا اللي هي التنميل تينجنج او نامبلس الاثنين بمعنى تنميل ايده منمله ولا رجله منمله. اول مرض نظر وانا سالت مرض هايبر الجيزيا ده جابوه على فكره من ثلاث سنين وحته من السؤال خلي بالك منها. هايبر يعني زياده الجيزيا يعني ايه؟ وجع. مش خدنا انا الجيزيا يعني لا او الجيزيا يعني وجع انا الجيزيا سيستم. الهايبر الجيزيا نوعين ما تغشش من الورق انا هقراها لك بس بعد استنى منك. بصوا يا جدع لو واحد عنده خراج في ايده قفل مكان الساعه كده افترض ان انا عندي هنا قفل اللي هو خراج بالعربي في ايده هنا الحته دي اللي فيها الخراج الجلد ملتهب كلمه التهاب اللي هي انفلاميشن. تخيل دلوقتي الخراج هنا اهو لو صرف الجاكيت جه على مكان الخراج هتصوت من الوجع. هسألكوا سؤال هو المفروض الجاكيت ده حاجه توجع؟ يعني قصدكم تقولوا ان الالتهاب في الجلد خلى نان بينفول ستيمولاس بينفول هو الجاكيت ده بيوجع؟ لا. كون ان الوجع دلوقتي بيحصل بسهوله الجاكيت بيوجعني في مكان الخراج يعني البين ثريشولد زاد ولا قل؟ قل وده اشهر انستيتيوت في اللقطه دي.
تعال اقراهم لك بقى من فوق لتحت. البرايمري ده النوع الاول من الهايبر امبليزيا، تعال اقراه لك من فوق لتحت ايدك الشمال. القصه هنا عباره عن انفلاميشن في الجلد. انا بقى من فوق لتحت. العيان بيتوجع بسهوله، يعني البين ثريشولد قل. دي بقى دي مش كيوت، اوعى حد يكون بيلخبط فيكم. كلمه البين ثريشولد قل يعني العيان بيتوجع بسهوله. اصل هنا الريسبتور مع الالتهاب بيشتغل اسهل. المشكله جت في الريسبتور لدرجه ان النون بينفول ستيمولس اصبح بينفول. النون بينفول اصبح بينفول. طب اسمع منكم بقى، يبقى اول نوع من جلد الوجع اسمه برايمري. الجلد دي ايه؟ انفلاميشن. مين اللي بيشتغل بسهوله معاك دلوقتي؟ الريسبتور. البين ستيشن اللي حصل له ايه؟ قال لدرجه مين اصبح ايه؟ النون بينفول اصبح بينفول. النوع الثاني من زياده الوجع اسمه سكندري، هنقراه بسرعه عشان تفهموه معايا الاول. ده بقى غريب جدا. عيان جلده طبيعي. الله، يعني لا التهاب ولا غيره؟ مش اي حاجه في جلده. جسمه سليم. بس عنده سلامات بار. ان شاء الله النهارده قبل ما نمشي علينا مرض اسمه سلامك سندروم، هحكيهولك. سلامات بار. العيان ده عيان غريب قوي، عيان سلامك سندروم. العيان ده تشكه بدبوس في ايده مش حاسس وجع، هو ايه ده؟ طيب الدكتور راح مزود الشكه شويه، العيان برضه يقول له مش حاسس وجع. الدكتور يزود الشكه قوي، العيان يحس بين ويحسه ماكسيمال مره واحده. ايه ده؟ ده البين بقى شكله اون اور نان، يعني يا مش حاسه خالص يا حاسه جامد على الاخر. هحكي لكم ليه النهارده انا بشرح المرض، الكلام ده هقول ليه؟ ليه الجماعه اللي عندهم سلامك سندروم طلبه في حته بايظه البين بتاعهم بقى اقول لهم لو انتبهت القصه دي، العيان ده عشان يحس وجع اللي عنده مشكله في التلفز كان محتاج سترونج ستيمولس. يعني البين مش جديد، اقول على الرجال ولا ايه؟ تعالى اقول لك بقى. يبقى عيان السكندري هايبر الجيزيا الجلد سليم، المشكله في الصلمه، العين جاب الصلمه، الليجن يعني الاصابه، ليجن في الصلمه. البين ثريشولد ازاي نكتب لها هي مش كيور؟ افتكر دايما قصتي اللي بحكي لك. الطالب اللي بيركز في الشرح يعني ممكن يجيب السؤال يفتكر بتاع ده ايه يوم؟ قال لك شكينا في دابوس اول مره ما حدش، زودنا جامد زودنا جامد في الاخر خالص لما قوينا الاثنين ما اتحلش. يعني البين بيحصل بصعوبه. يعني ستريش اوف بلاد. والبين هنا وانس بيل فيلد ماكسيمال. يبقى اقول لكم عايز اقول لكم حاجه، تسمع الناس يجيلها وجع في الدايره، نقص جلدي، مش عارف وجع في المراره، ويبقى دائما البين بتاع السلامة سندروم ذا ماكسيمال بين انفرتيت. اقوى الم في الدنيا واعنف الم يمكن تخيله في المرض اللي بحكوا لي ده بتاع السلامة سندروم. ده العيانين من كتر الوجع بيقدموا على الانتحار من كتر شدة الوجع اللي بيبقى عندهم. احنا الناس اللي بتخش معادلة امريكا وكندا بنلبسها بنقول لهم ايه؟ ساعات الاسئله بتاعتهم مش كيو بقى يجيب لك السؤال وتحتيه 31 اختيار، يعني عشان تقرا الاختيارات يعني مش خمسه زي حالات بيجيب 31 اختيار واختار لنا الاجابه الصحيحه، لو بتقرا الاختيارات كلها مش هتجاوب الامتحان. انت لازم تخش تجاوب. طب انا علمه لو جالكوا السؤال ذا ماكسيمال بين ايبرتيت في عيان دور على السلامك سندروم واعمل صح. اعمل الم ممكن تخيله دول عيان السلامك سندروم. ايه الصفحة وتعالوا نخش بقى على الامراض ونبدا بامراض الاعصاب في الاخر. امراض الاخر لو عصب واحد اللي بايظ اسمها مونو نيروباثي. مونو يعني ايه؟ واحد. نيروباثي يعني مرض في عصب، مرض في عصب واحد. بصوا يا شباب،
واحد اتهور في يوم ودخل المطبخ بيساعده في البيت، ما لك انت والمطبخ؟ المهم السكينة قطعت له النيرف بتاع عود الصباع والحته اللي فوق دي، نيرف اتقطع بالشيت اللي بره. ما تقوليش ريجينريشن، خلاص يا بابا النيرولما الشيت اللي بره لو قطع مفيش ريجينريشن. السكينة قطعت النيرف بتاع عود الصباع دي، يقعد طول عمره ما يحسش بحاجه هنا، ما هو النيرف اللي جاي من الحس من هنا انت قطعته. يبقى لو نيرف باظ في حته من الجلد ما عادش تحس، مكتوب عنده النيرف ده كان بيجيب الاحساس من عقل الصباع، انت قطعته مش عارف بتاع البيت قد انت قطعته، ده مش كدالي بقى. يبقى الحته دي من الجلد هيبطل يحس فيها بحاجه، عكس هون ولاقيه الفكره بولي. اعصاب كبيره بايظه اسمها بولي نيروباثي، بولي يعني كتير كتير، اعصاب كبيره مرض. لما تكون اعصاب كتير بايظه يقول عليها اسم تاني مرض بريفرال نيورايتس. عارفين مين اشهر مرض في الطب بيبقى بالاعصاب؟ مرض السكر. طيب الاستراحه يا جماعه، ما تقولوا دايابيتس نيبيتس، مرض السكر دول اكتر ناس معرضه لهم الاعصاب لمشكله. لما الكربوهيدرات ميتابوليزم تتلخبط بتبتدي الاعصاب في مرضى السكر تبوظ. مش عايزكم تلاقوا على ايدكم الاعصاب بتبتدي تبوظ في مرضى السكر بعد 20 30 سنه، يعني من المرض تاخد وقت، خصوصا في الجماعه اللي سكرهم مش مظبوط. فمش عايزكم تلاقوا ناس في البيت اللي عنده سكر ومتظبط الامر ده ممكن ما يجيبوش خالص. مهم يقول لك في مرضى السكر الاعصاب بتبوظ، وحاجه غريبه الاعصاب تبوظ من بره لجوه من الخارج للداخل. عشان اقنعكم بيه، تخيل ان دي محطه ميه اللي بنغذي شويه بيوت حواليها بالميه. تفتكر لو المحطه دي ضعفت اول بيت هيتاثر من نقص الميه، قريب ولا بعيد؟ بعيد. بنفس المنظور كربوهيدرات ميتابوليزم لما تتلخبط اول اعصابها تضار اللي من بره، وبعد كده كل مدى يبقى وضع الداخل. مريض السكر بقى اللي سكره مش متظبط بعد 20 30 سنه جالي العياده بكشف عليه ازاي؟ بعمل كده بقول له غمض عينك، وعلمتكم انا في تجارب السيرفر العملي لازم تقول لزميلك غمض عينك، لازم تقول للعيان غمض، لازم اول حاجه باجي للعيان اقول له غمض عينك على السكر ده واجيب ده بوز اروح شكه في ظهر ايده اقول له حاسس وجع؟ يقول لي لا. طيب ازود اطلع ادخل لجوه شويه في مكان الشكه، حاسس وجع؟ لا. حاسس وجع؟ ايوه. بمجرد ما عديت كف ايده حاسس الوجع اروح لافف واعيد على بطن ايده اشوفه هنا حاسس وجع؟ لا. طب هنا؟ لا. طب هنا؟ اي حسيت. يبقى العيان كف ايده كله وشه وظهر مش حاسس وجع، وزيها الناحيه الثانيه لو جربت كانه لابس جوانتي جلافز. ولو جربت نفس القصه دي على رجليه من بره لجوه هلاقي برضه كانه لابس شراب في رجله ما بيحسش المنطقه دي بالوجع، ينفع الشراب دي سوكس مكتوب على الباب. العيان ده عنده جلافز اند سوكس انستيزيا، دي مميزه جدا لمرضى تاني. مش عايزكم تلاقوا ناس في البيت وعايزكم ده بعد 20 30 سنه والسكر تعالى نخش على الامراض بتاعة السباينال كورد. واول واحد هيربس زوستر تبقى عليه ام بي كيو مهم، لا مش النهارده ده فيروس على فكره فيروس. في اللغه ما كل مره انا عايز احكي لكم في حكايه ده. في اللغه كلمه هيرب يعني كريبنج بمعنى يسحب، زوستر يعني شد يعني سد بيسحب في السد. هقول لكم ليه طب ممكن ايه اللي بيسحب في السد؟ اقول تاني زوستر يعني
شيل هام يعني كريبينج في اللغه يعني يضحك. المرض ده عباره عن ايه؟ فيروس. انا كاتب لك كلمه فيروس قدامي. اهم سؤال جدا انت الفيروس ده بيهاجم مين؟ بيهاجم الدايره السوداء اللي عندك في الدايجرام دي اللي هي مين دي بقى؟ بوستيريور روت جانجليا. انا رسمت لك النقطه السوداء حواليها نقط، النقط دي اللي هي الفيروس اللي هيهاجم. دي اهم نقطه دي مش تهم اللي بالك. مرض الهيربس زوستر ده فيروس بينشن ويهاجم البوستيريور روت جانجليا بتاعه السن بتاع اي حته في الجلد. هو مزاجه كده الفيروس ده. اتفرج بقى على المنظر. الفيروس ده هجم على الجانجليا بتاع السن العياني. بوستيريور جانجليا موجود هنا بتاع السن. بيكون النتيجه ان الحته من الجلد اللي اتفضلت بالجانجليا دي العيان يبتدي يحس بيها وجع. ولو الفيروس كمان هاجم الجلجلي بتاع الناحيه الثانيه العيان كمان يحس ان الحته الثانيه من الجلد دي بوجع. العيان يجي يشتكي لما يكون في حزام نار محوطني. عشان كده بالعربي بنطلق عليه الحزام الناري. ده بالعربي. يعني العيان لما يجي لك العياده انت مش بتكتب الروشتة وتروحه. العيان قاعد لك. انا عندي ايه؟ مش هتقولوا لا ده فيروس بقى وجنجي لو انت مالك في الكلام ده العين هتعرف ايه؟ هتقولوا له الحزام النايم هيرب توستر. العين بقى انا بس الفيروس لما بيهاجم الفصول الجنجي يبقى ست العين يقول لك زي ما يكون حاجه محوطاني من صدري كده نار من ورا وقدام. الجنجي على الناحيتين في الحته دي مصابه. العين ده الموضوع مش موضوع وجع بس. بعد شويه العيان ده بيظهر له في منطقه الجلد المصابه حبيبات مليانه سائل لونها احمر مكتوب عندي جريد بيني كده تحت بس. يبقى العيان حاسس بوجع وعنده حبيبات مليانه سائل لونها احمر في منطقه الصدر. يعني زي ما يكون الحزام بس عالي شويه. يعني تخيل انت حزام بس مربوط حوالين وسط العين فوق شويه. فالعين بيشتكي من الوجع والحبيبات في الحته دي. عايز اقول لكم في نوع تاني من الهيربس مش علينا. مش دكتور ولا حاجه. يمكن بعضنا مر بيها. احيانا الواحد اللي هنا فيه نزل برد او انفلونزا تظهر له حوالين فوقه حوالين الانجل وناوس شويه حبيبات كده او على طرف اللبس شويه حبيبات خفيفه كده توجع. تقعد اسبوعين وتروح. ده هيربس برضه بس هيربس سيمبل. حاجه تانيه مش علينا. حبيبات كده حوالين الانجل والماوس اسبوعين وتخف لوحدها بس بتوجع شويه. عايز اقول لك ايه علاج من المعلومات العامه بس. في دواء بيتباع في الصيدليه يضيع الحبيبات دي اللي هي بتسمبل تضيع في ثلاث ايام. ثمن الدواء 150 جنيه. انا لو مكانك هسيبها يا عم واحده واحده يا عم مالها يعني واحده. أول سؤال بقى نظري برضه السؤال حتى مرض واللي هيجي منه بإذن الله ثلاث أربع كلام إيه الانفكشن في الفرن؟ ده مهم أوي أوي مهم السؤال. هيمي فيكشن هيمي يعني إيه في اللغة؟ السؤال ده حاجه طريفه عنه. لو عندك مذكرات امتحانات قديمه كويس السؤال ده قاعد في الثمانينات تيجي سنه وسنه. يعني تلاقي ايه؟ امتحان تحريري سنه 80 82 84 86 بيجيبوا نفس السؤال. حتى الطلبه عارفه لو السؤال زوجي هيجي ده. لو فاتني كان في سؤال ثاني بره هرمون كانوا ماشيين كده سنه بره هرمون وسنه هيميزيكشن. السؤال ده هيكون مهم قوي قوي. هيمي سيكشن في الفرنسا. خلي بالك. لا ما خلاص الزمن فات. الزمن فات مهم. جاب الفرنسا. المرض ده وصفه راجل فرنساوي اثناء الحرب العالميه الاولى فبنسميه اسمه براون سكوار سندروم. خلي بالك السؤال ينزل لك الامتحان سواء تحريري او ام سي كيو
يا اما يكتبوا لك بمرض الهيمي سيكشن في السبينال كورد او بمرض البراون سي جارد من جوه، ده لازم تبقى حافظه الاسمين ان هو هو. في طلبه بقى ليها تفكير غريب قوي في المرض ده، حاجه يعني غريبه شويه، بيقول لك ايه؟ اسمه هيمي سيكشن نص السبينال كورد بايظ. الطالب بيجي له احيانا سيناريوهات علاوه سمعيه وبصريه احيانا زي بقى تلاقي الطالب متخيل بقى ان المرض عباره عن ايه؟ ان نص السباينال كورد كده بالطول باظ، يعني نظام عود القصب بقى، يعني شقيناه بالطول العيان والنص بحاله ده بايظ. مش كده، افهمني بقى انا هحكولك ازاي. انت عندك السباينال كورد كام سنتيمتر؟ 31. تعالى نقولهم عشان نفضل تقوم وتفتكر انا بتكلم في ايه. كانوا كم حته في الرقبه؟ 8 اولا 8 كم كرات؟ 12. كم نمبر؟ 5 و5 فكره واحده اوكسجين. بص على ده، يعني كان السباينال كورد تخيل ان هو سيجمنت متركب فوق لتحت، 8 في الرقبه، 12 في الصدر، 5 نمبر، 5 فكره، 1 أخينا ده براون سي كوار لما وصف المرض وصف أثناء الحرب العالمية الأولى. عارف ليه؟ لأن أثناء الحرب كميات بقى طلقات نارية ورصاص زي ما أنت عايز وكميات مصابين قدامه سهل يدرس زي ما هو عايز. قصة عبارة عن إيه بقى في المرض ده؟ واحد جات له رصاصة، ما في الحرب بقى في الحرب العالمية أنت بتتكلم في إيه؟ الرصاصة دي دخلت من قدام بتعدي 200 وتطلع من ورا على فكرة. الرصاصة وهي معدية واحدة من ال 31 سيجمنت اللي بحكيهم دول نصها باظ. الرصاصة وهي معدية من قدام وهي طالعة من ورا بوظت نص حلقة من ال 31 بتوع السباينال كورد. هكتب مثال، افترض ان الرصاصة دخلت راحت طالعة من ورا بوظت نص في 8. مش انت عندك 12 صراحة سيجمنت؟ افترض ان واحدة منهم هي اللي باظت. فهمتوا الرساله دي ازاي؟ نظام عود القصب والكلام في الهبل ده مش عايزه منكم. السيجمنت مترتبه من فوق لتحت. نص سيجمنت برضه. اشهر حاجه باظت هي الرصاصه. دي مش عروبه على طول. طيب هرسمها لك. ادي يا سيدي السباينال كورد اهو. مش عايز كلام. مش عايز كلام. مين الدائره اللي بالنص دي؟ ده عليها مرض بعد شويه لازم تبقى عارفها. الفطره كانت ماشي جوه ايه؟ ادي بقيه السباينال كورد اهو اهو. ادي الوايت ماتر اللي بره دي. المرض اللي بحكوا لكم يا اولاد دي سيجمنت من ال 31 بتوع السباينال كورد. نصها طرف اهو. الحته دي هي اللي بره. والنص الثاني سليم. تخيلت دلوقتي ايه شكل الاصابه؟ حلقه من ال 31 نصها بره. هكتبه ازاي في امتحان التحليل اللي فات السنه؟ هكتب ايه؟ مطلوب من سعادتك تتكلم في ثلاث نقط. تحت مستوى الاصابه حصل ايه؟ ودي عليها 90% من النجاح. على مستوى السيجمنت المصابه حصل ايه؟ فوقيها حصل ايه؟ ابص. وكل مره وانت بتتكلم لازم تحدد اللي بتقوله ده حصل على السيم فايل بتاع الاصابه ولا على الاوبن فايل على الناحيه الثانيه. ده عشان تاخد نبرتك في الاخر. لكن طريقه تفكير هذا الفايل حتى انا كتبت لكم دياجرام على ايدك الشمال كاتب انا بيلو وقات وابط وبالعرض السيم للسيم فايل وهم الصغير. طيب 90% يا ابني من النبره على تحت الأرض بيوم. خلاص يبقى نبتدي بيها في الشرح دي أهم حتة وهي دي اللي بيبقى في مثلا بيقول لك اللي تعرفه أحسن ما تعرفوش. دي كل اللي عارفين الكلام ده أنا قلته كذا مرة أحسن حد. الفكرة يا أولاد العيان يا مدرب ما فيش دعوة اللي يتقطع عنده نص الإسبان كله كده الناحية دي الحلوين فاكر الحلوين؟ فاين تاتش فاين بريشن فايبريشن بروبوزيشن هل يمنعوا من الرجل
هي ده اللي تحت القطع. تحت القطع هنا اللي هي الرجل. هل يضيعوا من الرجل بتاع السين فايل بتاع الفضل ولا بنقول من فايل حد ملخبط؟ الحلوين بتوع الرجل دي كانوا طالعين على نفس كده غير المضلل. انت قطعت نفس الكده دي يبقى يضيعوا لك من الرجل نفس الكده. طب اكتبها. يبقى تحت القطع على نفس الجهه ضاع الحلوين. مليني كده اللي هم مين يعني؟ فاين اسمع تاتش هان فاين بريشر كرازو فايبريشن وانا واحد هيضيع بروبرتيز. طيب معلش في ورقه الله يخليك بصي انتوا جبتوا دي صح تمام. هو العيان تحت القطع ادي تصميم الكرد الضرب الاحيانا ادي بص اللي بره. التعبانين اللي هم الستة اثنين بتوع اللاترال كولوم واربعة بتوع الانتيريور هيضيعوا من انهي رجل؟ الرجلين اللي تحت الارض. هل من الرجل بتاع السين سايد برضه؟ ولا من الاوز سايد؟ طب ما اللي وصي اللي هيضيعوا من الرجل الثانية هيضيع فين؟ ها اسمع تمبريتش ها كروز ها اسمع كروز تاتش سامع كروز ايه؟ بريشر وايه كمان؟ سيكلينج اكشن وايه كمان؟ سيكشوال ما تضحكوش اللي انت علينا ما تضحكش مش ناقصين سيكلينج اكشن جاي من الدكتور وده مين العيان يا اخويا اللي جاي في العياده النهارده بعد الاصابه؟ جاي يقول لك يا دكتور انا مشكلتي في الحياه الحشرات دي اللي ورقت ماشي على رجلي دي ليه هو العادي انه نايم والسرطانه حاجه عليه ولا ايه؟ احنا بنتكلم دايما حتى في شكوى المريض عارفين زي ايه؟ زي ما دكتور ناجي حكى لك الاوبتيك كارثه ضربت العيان اللي جاي يكشف معايا يقول لك انا الاوبتيك كارثه ضربت بيقول لك انا مش شايف الجزئين اللي بره دول. احنا دايما بنكتب وصف المرض على حسب الشكوى المريض ما تكتبوش كده. والسيكشوال ايه اللي هنعمل رجلي دي؟ رجلي ايه اللي فيها سيكشوال سنسيشن؟ ما تكتبليش غلط والله. دول ما يكتبوش، حتى بص انا كتبت ايه دلوقتي؟ على نفس الجهه ضاع الحلوين تحت القطع الناحيه الثانيه كاتب لك اللي ضاع بين بريشر تقول تاتش كول بريشر. ما تضحكوش الناس عليك. ايوه انا عارف ان هو لو حشره جت على رجله مش هيحس بيها بس في الاخر دي مش شكوى المريض دي كده مفيش داعي في الزلمه. طيب انت كده كلمتنا معلش انا عارف بتكلموا ان الحته دي جايه صعبه الحته دي جايه صعبه قوي مش مرتبطه بالاجابه. الطالب يقول لي طب انت كده كلمتنا تحت القطر عن الاحساسات عن السنسور. الرجل اللي على نفس الجهه ضاع منها الحلوين والرجل اللي على الناحيه الثانيه ضاع منها التعبانين. ما قلتلناش بقى اخبار الحركه ايه؟ يعني. الحقيقه احنا عمرنا ما شرحنا معاكم في اي حصه سابقه عن موضوع الحركه. بس علينا حته تبع نص السنه. يعني مش هيفهم هنا الرسمه معايا على التابلو؟ اي ثينك صعب شويه نعرف الفتره. ماليش في التقديم. يعني ايه لازم اقسمها كده شويه جوه؟ انا عايز اقسمها هنا الحته دي. بص شويه كده معايا الله يخليك. تابع الرسمه دي مش في دياجرام بس عايز اوصل بيها لحاجه مهمه قوي. بص كده بقى. الطالب اللي دي المصري اللي عايزين نحركها اهي. ده السباينال كورد اهو. وادي السنتر القناة ده خط النص بتاع الجسم. الرسم مش ازاي ده؟ ادي خط النص بتاع الجسم. ازاي العضلة دي بتتحرك؟ بص على التابلو. ادي السيريبرال كورت. في نيرون اوله اهو. ده السيربو بتاعه. الاكسون بتاعه بيكروس في المظلة الرقم. كل ده الاكسون بتاع النيرون اللي فوق. والاكسون ده بيطول قوي قوي. بينزل لغاية السبينال كورد ينتهي عند خلية الأنتير هورنسل أهي تغير اللون احتمالات الأحمر بيبعت الأكسون بتاعها هيروح يشغل العضلة. الرسمة اللي على التابلو كيف تؤدى الحركة هي دي المنظر بالظبط اللي هو كده.
في عندي كام نيورون واضح وثابت على التابلو لازم اشتغل عشان اتحرك اظن واضحين قوي. اللي بلاسويت ادي السيل بودي بتاعه فوق وكل الخط اللي نازل منه ده الاكسون بتاعه. الاحمر ده السيل بودي وادي الاكسون بتاعه رايح للعضله. الجماعه العلماء عشان سعادتك ما تتفرجش قالوا ايه؟ قالوا هنسمي النيرون اللي فوق اللي بادي من فوق ابر موتور نيورون. اقول لك حاجه، هو ده اللي يقولوا عليه في الاناتومي بيراميد التراك. هو ده يا عم البيراميد اللي بيحكوا عليه. هتسمعوا الاسم ده 5000 مره في الاناتومي. اسمه ابر موتور نيورون. طب مين شاطر؟ تفتكر هنسمي ايه النيرون اللي الاحمر اللي تحت ده؟ انت فين اللي فوق ابر؟ فكرك يعني هيسموا ايه اللي تحت؟ لون. يبقى اللي تحت ده لور موتور نيورون. ده لسه بفضلكم بس ساعدوني وقولوا لي تاني. كمان مرة، كم نيورون مهم عشان اعرف الحركة التامة؟ لو نايم انا رحت من الباب كده بمشي. تاني، كم نيورون محتاجينه يشتغل عشان الحركة تؤدي؟ اثنين. نيورون فوق ونيورون تحت، اللي فوق مرسوم بالاسود على التابلو سميناه ايه؟ ابر موتور نيورون، واللي تحت دور موتور نيورون. يبقى في قلب الناصح العضلة دي ازاي بتشل فران الاثنين؟ عندك احتمال الاثنين، يمين يتقطع يمين يتقطع، يا الابر موتور نيورون يتقطع يا اللور يتقطع. يسموا لو الشلل نتيجة قطع الابر موتور نيورون يسموه ابر موتور نيورون ليجن. ليجن يعني اتفرج. ولو الشلل نتيجة قطع اللور يسموه لور موتور نيورون ليجن. أقول لكم حاجة، النهاية واحدة، سواء ده اتقطع أو ده اتقطع العضلة اتشلت. بس ان شاء الله كلنا عمر انا هقعد في يوم في الترم الثاني ساعه اشرح بجدول مقارنه ما بين نوعين الشلل. ده سؤال جبار في الترم الثاني، ايه الفرق ما بين الشلل لو ده اتقطع ولا ده اتقطع؟ ما يهمنيش الترم الاول مش عليا. المهم عايز اقول لك ان في فروق رهيبه قدامكم. احنا النهارده عايزين نوصل لنقطه ان سواء ده اتقطع او ده اتقطع العضله اتشلت. عايز بس تطلع لي كده ايه اليو ابن ايه ده؟ على بركه الله بقى عينك برضه على التابلو. اللي مش هيفهم دي هنا في الرسمه عمره ما هيلقطها في حياته. بص انا عارف ايه؟ ايه رايك لو انا رسمت كمان سيجمنت في السبينال كورد؟ كده عشان طبعا ادي يا عم كمان سيجمنت من بتوع الاسبانيال كورس. ادي اهو بصوا كويس، السيجمنت الجديده اللي رسمتها تحت دي اخرى جاي لها ابر موتور نيرون من فوق، بس ده بقى مكمل عشان ينزل لها ما وقفش في السكه وراح لغايتها، وبرضه عندها راح يشغل خليه الانتيرور سيل اللي بتبعت تشغل العضلات بتاعتها. متخيل انا عملت ايه على التابلو؟ طيب لو انت منتبه هتجاوب صح. المرض اللي بحكي فيه اهو نص سيجمنت الدرجه، افترض ان هي دي الدرجه. يبقى تحت الاثر على نفس جهه الاصابه العضلات كلها هتتشل بتاع الرجل. ما يهمنيش انها اتشلت، انا يهمني بقى هل يا ترى العضلات اللي تحت القطع اتشالت؟ لانك قطعت اللي هو الموتور نيورون بتاعك ولا الابر موتور نيورون؟ الابر. عارف لو قعدت معاكم ساعه احاول اقنعكم ان تحت القطع الشلل نوعه ابر ما كنت هتطلع مش فاهم حاجه. بقى تحت يبقى اسمها ابر؟ ايوه ابر. وهي في قدامك على التابلوه اللي الرسمه دي مش هبطلها في دماغه هينساها. بص المنظر ده خليك في الاحمر والاسود. العضله اللي تحت دي الخط الاحمر بتاعها سليم. مش ادنى مشكله في اللور بتاعها. المشكله في الاسود اللي كان جاي لها من فوق انت قطعته في السكه. اخر مره اسمعها منكم. يبقى تحت القطع على نفس الجهه نوع الشلل ابر ولا لور موتور نوع ايه؟ ابر. وكاتبها لكم في الدياجرام على طول الحروف ابر
other motor neuron lesion UMNL كتبها انا على فكره شفت UMNL ايه UMNL other motor neuron lesion قال طبعا مش مذاكر هيلخبط امتحان نص السنه يكتبوا له below a level of lesion on the same side there is other تحت القطع وليس ما ربط مش معقول مش معقول دايما نص الامتحان عمال يطلب منه على طول هو مش معقول هما جايبين لك الجمل اللي شوف فيها ولا مش فاهم عرفت بقى تحت القطع عبر ولا لور موتور مش بيشيل عبر ولا لور بقى مش سامع عبر هي حد ربط عارف المره الجايه هيبقى في الامتحان اللي هيلخبط الحاجات دي عقبال خليك مني يا طيب تعال نطلع بقى خلصنا تحت القطع اللي عليه 90% جنب طب تعالى على مستوى السيجمنت المصاب اخبار ايه بقى؟ ايه؟ فاكرين كل الاحساسات كانت بتخش لنا من الروت اللي ورا صح؟ كان له ميديا ديفيجن عليه شروين واللاترال الباقيين بتوع اللاترال انتيرو كولر انت عارف لما نص دم السيجمنت اتضرب البوستيرو روت كله باظ يبقى كل الاحساسات هتضيع حته صغيره من الجلد اللي اتفضلت في السجن المصابه اقول لك حاجه العيان يبقى عنده حته كده عقب الاصابه حته في الجلد سخناها 3 4 سم حته كده على نفس جهه الاصابه العيان مش حاسس فيها لا تاتش ولا جين ولا تمبريتشر ولا فايبريشن ولا حاجه طب في البوستير رود بشقين الميديا ديفيجن واللاترال الاثنين باظوا اكتب عندي يبقى على مستوى القطع كل السنسيشن رايح انت صغير قوي الجلد يعني مين اي كلام من مين هيك يطلع عيان عشان كده معظم النبره تحت القطع عشان حته دي الحته بقى اللي بتعصبت الدفعه كل سنه انت عندك الجولد اللي قدامي اهو اللي الاحمر ما اتغيرش اهو الهرم الأسباني ده طالع منه حاجة مشغلة العضلات هنا على مستوى السيجمنت المصاب القفل بتاعه القفل بتاعه لما السيجمنت دي اتضربت النص ده اتضرب الخلية دي ماتت اللي كانت فيها تفتكر يبقى العضلة هنا هتتشال على مستوى القطع أبر ولا دول موتور نيورون دول بص في طلبة بتتهز مش متخيلة ازاي اللي هو يعني هنا برضه فنبطل بص على ايديا متعود على الزمن السؤال في الحته دي لازم بصوا كده على ايديا عارف ايه دي؟ انا ماسكها دي نص السيجمنت اللي هتبص مش السيجمنت نصين على التابلو ده النص اللي هيتضرب بالرصاصه شايفاه؟ ده جاي له من فوق ابر موتور نيورون اسود اهو واقف فوقيه كده يشغل له خلايا الانتير هورن سيل بتاعته تخيلوا الرصاصه بوظت دي بس السلك اللي كان جاي من فوق ما رمالوش هي الفكره ان انا برسم على التابلو الصوره ما عنديش حاجه مجسمه عن طريق بالعرض اصلا في وشه تخيل الابر موتور نيورون اللي جاي من فوق اهو صح صح ده بيشغل الانتيريور هورن بتاع السيجمنت اللي هتوصل تخيل السيجمنت دي اللي ضربت دي بس هي اللي ضربت السلك اللي جاي من فوق ما عرفتلوش يبقى العضله لما تتشال على مستوى السيجمنت المصابه اختاروا نوع الشلل هنا يبقى ابر ولا لور موتور نيورون وده كلام مهم قوي في اخر حاجه بقى طب فوق القطع هيحصل حاجه ايوه حاجه كده ايه مكان ما الرصاصه اللي عدت وخرجت من الناحيه الثانيه بتعمل بقعه حمراء كده كبيره في جلد العيان التهاب يا ابني ده رصاصة هو انا بتكلم على ابره خيار بعد عادي رصاصه مندفعه بسرعه رهيبه اخترقت الجسم وخرجت تعمل بقعه حمراء قد كده على ظهر العيان لغايه فوق التهاب الالتهاب ده لما تيجي تلمس العيان ولا تغير له مكان الجرح العيان بيتسوح من الوجع ده فوق الاصابه على نفس الجسم حته ان الجلد ملتهب ومن العيان بيتوجع بسهوله
خدناها النهارده دي هايبر، اسمها هايبر انسيزيا، كانت البرايمر انسيزيا. الكتاب كتبها هايبر انسيزيا، اكتبي لي فوقيها تساوي هايبر انسيزيا، ما زعلناش يعني فوق الصبر على كده. هايبر انسيزيا هي هي هايبر انسيزيا والموضوع يمشي. اوصيكم خيرا بالمرض ده بيحبوه قوي. اسمه ايه الراجل الفرنساوي اللي وصفه؟ ايه الصفحة؟ المرض اللي بعده نظري مهم بس. اللغة يعني جنسي. المرض هنا مرض السيفلس اللي هو اسم العربي ده، هي وده مرض بينتقل باتصال الجنس القابض اللي سموه تيبس. دكتور ماجي حكى لكم لقطه كده في الفيجن على العقاب الجاني للمريض السفلي. لما حكى لكم يوم اللايف الجاي قال لك ان السفلي بيبوظ الجري نكتر اليوبيس، فالعيان ده ضاع منه اللايف الجاي. اذا الضوء الشديد يأذي له عينه يحس بوجع، بس النير ريسبونس سليم. قال لك عشان لو عنده فرصه دلوقتي يرجع يعتدي، لو عايز يرجع للجنين كده. النهارده بقى احكي لكم بقيت الصوره اللي عقاب الجاني لمريض السمنه. احب احكي لك الخلفيه التاريخيه دي عن السمنه. تتخيل انا احكي كده فضلنا كل شويه. السمنه ده ولاد كان الايد بتاع القرن ال 18 ده بيتنقل زي الايد بالظبط، يعني بيتنقل برضه عن طريق الاتصال الجنسي القاطر، نقل الدم ملوث وبينتقل من ام للجنين. خدوا بعين الاعتبار دايما ان القرن ال 18 ما كانش فيه نقل دم لسه، يعني المرض ده لما ظهر كان مرتبط بالاتصال الجنسي القاطر. حطوا في المرض مكتوب عندك ان المرض هنا سببه نيورو سيفلس. طب برضه مش فاهم ايه نيورو سيفلس، يعني ايه كلمه النيورو دي؟ فمعلش انا خرجت بره الموضوع 30 ثانية أقول لك السيفلس ده بيمر في كذا مرحلة. السيفلس أول ما يصيب بني آدم يبتدي يظهر بصورة نديول على عضو تناسلي، حاجة كده صغيرة تبان على عضو تناسلي بتاع الشخص المصاب. اسمها غريب شوية النديول دي، ما تكتبش حاجة ده المعلومات العامة. اسمها شنكة، اسم النديول كده ما سهل كده شنكر. انت عارف لو مريض السفر جالنا في المرحلة دي عيادة لو اديته بنسلين خف. بنسلين عارف مش بتكلم ده، عارف لو ما اديتوش البنسلين برضه هيخف والنديول هتروح، بس لانه ما خدش العلاج بعد ست شهور روح داخل لك في المرحلة الثانية من مرض السفر. الكلام ده مش هعيده كذا مره، ده مش الكتاب تسمعني على طول. بعد كذا شهر يبتدي يظهر على جلد المريض طفح جلدي راش بقع حمراء على جسمه كله. والله لو اديت العيان بنسلين دلوقتي هيخف. طب ما اديتوش البنسلين هيخف برضه، بس المرض لسه جواه. بعد كذا سنه يوصل للمرحله الاخيره من المرض، يبتدي الميكروب يهاجم السي ان اس بتاعه. حاجه من اتنين بقى، يا اما ميكروب السيفلس يسبب جنون للمريض يسموه عندنا في الطب جنرال باراليسيس اوف انسين. انسين يعني جنون، العيال يتجنن. يا اما ميكروب السيفلس يهاجم الاعصاب وهي دي اللي يسموها نيورو سيفلس اللي مكتوب عندنا في الكتاب بتاعنا. عرفت وصلنا ازاي؟ ده واحد مر بالمرحلة الأولى والثانية وما خدش العلاج بالبنسلين، عشان كده وصلنا للنيوروسيفلس. طيب
ما يكون الشيطان ده هيعمل ايه؟ ده حاجات عليها ما يكون الشيطان ده ما يكون بكتيريا ولا فيروس، ده حاجة ما بينهم. ان شاء الله لما نروح سنة تالتة سنة جاية ان شاء الله هيحكولك بالمايكروبيولوجي انه عبارة عن سبايروكين انت دي حاجة كده بيخفضها ما بين البكتيريا والفيروس، حاجة ما بينهم. هيسألوك بقى في الام في كيو ما يكون السيبريت انت بتقول هيهاجم العقار، معلش بتكلم مش هتكلم انا بتكلم هيهاجم فين بقى؟ ادي المنظر مايكروب السيبريت بيهاجم الاعصاب هنا اللي انا اسمه ده زجزاج السيبريت. طب اكتبها ازاي وهيكتب لي ازاي عليهم الفيديو دي؟ بص يا بابا ده خط النص بتاع الجسم، ده الشفره بتاع الجسم، يبقى المايكروب كده اقرب للسنتر عن الجنجليا، شايف الجنجليا بعيده اهي وهو كبير قريب للسنتر. فيقول لك يبقى الميكروب بيهاجم الروت اللي ورا سنترال للجنجليا، يعني اقرب للسنتر عن الجنجليا. بل وديني كلمه سنترال. يسالوا هو والله كلام ده مش كروب. بيحبوا يسالوا الميكروب بيهاجم الاعصاب ليه؟ ده بيهاجم الروت اللي ورا اقرب للسنتر عن الجنجليا، يبقى سنترال للجنجليا. قريب عنها شويه، قريب منها. بصوا بقى. تخيل الميكروب السنتر دلوقتي اللي بيهاجم الروت اللي ورا عمال يخبط في الروت اللي ورا العظام كلها بقى اللي داخله. العظام اللي داخله من السباينال كورد اللي ورا ثلاث انواع. كان في نوعين مايلينيتد اللي عمال يقفلوا بقى فيها كده A وB وC، كان مين اللي مايلينيتد فيهم؟ الـ A والB اهم. ثالث محطوط الموبايل بقى كده. تخيل الميكروب ابتدى يهاجم الروت اللي ورا وده بيحتوي على الثلاث انواع بتوع الاعصاب الاي والبي والسي. سي يعني الميكروب بيهاجم السي اللي شغله لنا السي ده بتاع عندي سنسيشن مشهور قوي فين؟ يبقى اول حاجه بيشكو منها المريض هنا فين؟ ده احنا عايزين نعاقبه مريض السيفر ده اللي بقول لك ده في القرن ال 18 ما كانش فينا ادام كله كان بيتنفر جنس الخارج. ايه بقى اول حاجه حصلت له؟ المرض بيبتدي فين؟ بيحصل الريتيشن الروت اللي ورا سي فايبر اشتغلت العيان ابتدى يشتكي فين؟ طيب ما تغشش دلوقتي انت عارف لو عندك خيط رفيع قعدت تخبط فيه طول النهار هيتقطع. تخيل بقى الاعصاب وهي داخله الروت اللي ورا الميكروب عمال ينزع فيها طول النهار بعد شويه انقطع. تفتكر انت عقلك يقول لك الاعصاب ثلاث انواع A و B و C. تفتكر مين اول واحد بيتقطع؟ C شو رفيع؟ غلط. اول فايبر هيتقطع ال A والتفسير سهل. ربنا خلق من الاول مايكروب السيفريت يحب الماده الدرمونيه ميه الجيبي وأول حاجة يخش فيها ويفضل ماشي وراها غير ما يقطعها ايه؟ يخلص يخش على البيت. آخر حاجة يروح لها تيجي يقطعها. والقصد الإلهي كان واضح. عشان يبقى آخر سنسيشن يضيع من العيان هو فين؟ ويبقى المرض بتاعنا واقفته. أوله فين؟ وآخره فين؟ عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ربنا مش هيسيبه العيان ده لسه. اقرا كده دي اهي مكتوب عندك ان ده اخر واحد طلع اخر حاجه البين فضيع. يبقى اول حاجه فين اللي عندها ايه؟ فين واخر حاجه بتاع منه فين؟ طيب يا ترى كان ربنا يقصد حاجه معينه يوم ما خلى الاي فايبر دي هو راح بتاع. ايوه تعالى بص على الحلو قوي. انت عارف من ضمن انواع الاي فايبر ايه؟ الفا وايه بيتا اللي كانوا بيشيلوا ارقى الاحتفال. فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن بوزيشن. لما اقول لك ان اول فايبر بتتقطع في العيان هي ايه؟ هتقول لي يبقى اول حاجه بتضيع في العيان ده الاحتفال الحلوه. الحلوين دول فيهم البريشر. بريشر. ايوه. احساس البريشر ضاع من العيان ده.
بيعرف السماء من الارض الحرفين بعينيه وبالبريشن. يعني انا بعينيا كده بص ادي السماء دي الارض عينيا طب لو انا مغمض دي الارض عامله عليها بريشر اهي اللي فوق ده هواء يبقى دي السماء فوق يبقى البني ادم بيعرف فوق من تحت كام حاجه حاجتين الفيجن وين بريشر. لو انا مغمض وبني ادم طبيعي مين عندي سليم هيساعدني بريشر. طب انا بحكي لك عن مريض السيفلس ضاع منه البريشر اول حاجه يبقى بيعتمد على حاجه واحده عشان يعرف فوق من تحت اللي هي مش سامع هو الفيجن. طب ايه رايك لو مغمض يقع مكتوب عندي فوق السطرين وقري العيان ده عنده حاجه اسمها بوزيتيف فروم بيرث ساين لو غمض يقع. في الحقيقه القصد الالهي هنا كان رائع لمريض السيبر حكايه انه غمض ليه وقع ازاي. خلي بالكم انا بحكي عن القرن ال 18 الشرائع بالليل كانت ظلام دايم كحل. يعني الشوارع زمان مش زي شوارع جامعة الدول العربية عندنا مولع ليل ونهار كانت بالليل ضلمة ضلمة في ال 18 بس. والرذيلة دائما بتمارس ليا فرق بقى على القاضي أخينا ده ضايع من عنده إحساس البريشر فاضل له إيه؟ الفيجن. لو خرج بره رتم الدنيا ضلمة مش هيشوف حاجة هيحصل له إيه؟ يقع في الأرض. ربنا مش عايزه يخرج من بيته مش عايزه يطلع تاني ويمارس الرذيلة. هتقول لي طب هو عين جاب شمع ولا صمم بقى مش هيولع شمع تعالى للاخر. نفترض العيان جاب الشمع ولعها عشان يشوف كويس وما يروحش. خليني معاك يعني انت عارف حته ان البني ادم يضيع منه البريشر ده احساس قاسي جدا. انا عايزك تتخيل لو في يوم انت نازل على السلالم بينكم جيت تحط رجلك على السلم ما حسيتش ارض تحت رجلك ده احساس مرعب للبني ادم مش حاسس ارض. عيان السيفلس اللي ضاع منه البريشر مش حاسس الارض كويس طول ما هو ماشي ده له ماشي معينه. العيان ده طول ما هو ماشي عايز يحس الارض ده ايه دي طريقته في المشي. المشيه دي وصفوها في الكتب يسموها هاي ستيبج يعني خطوات عاليه جيت او يقول لك زي ما يكون العيان بيخدم في الارض ستامبنج ستامبنج يعني ختامه ستامبنج جيت. هتقول لي برضه يعني ايه؟ في العقاب اقول لك في العقاب. زمان في القرن ال 18 ما كانتش الارض مرصوفه كانت تراب. مريض السيفلس لو جاب الشمع بالليل وخرج من بيته وقام بالمشوار اللي عايز يقوم بيه طول ما هو ماشي عمال يعلم في الارض جامد في رجليه دي مشيته بيختم ستامبي. لما الشمس تطلع في اليوم انا وانت ماشيين في الشارع بقى شايفين خطوات الرجلين الجامده دي واضحه قوي عارفين ده سيفلس. ايه ده ايه ده ده كان في وقت بتاع سفر ماشي من امبارح كده 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 اللي دخل البيت ده خش هاته من جوه ربنا فضحه مش فايده. الصوره لسه طالعه حلقه حكايه ان شاء الله مريض السفر السنه عقابه رابع. العيان ده دي مشيته ده منظر ماشي الواحد بيمشي كده حركات مالها متلخبطه ليه كده؟ هو ده عادي ايه ده؟ ايه ده؟ يسموا دي اتاكسيا ده شبه مهم بيحبوها في الشبه دي دلوقتي اطلع صفرين في اورومبال اكتبها ده شبه مهم زاويتها دي في الشبه بيقول لك يعني ايه اتاكسيا؟ ان 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 كوردينيشن اوف بولاتري موفمنت ان كوردينيشن يعني عدم تناسق الحركات. ايوه حركاته مش متناسقه ايه ده ايه ده ايه ده ايه فين التبسيط ده يعني؟ بس في استدراك مهم قوي في التعريف الصف اللي ورانا بس العاده مش مشلول. انا ما قلتش انه مشلول ان اسيتوبارك يا ريت تبانوا ان مع ان
حد حضر بقى يعني ايه اسكت ايه كوردينيشن اوف بولنتري موفمنت ايه ابس كان قصادي فيه قوي الشغل يعني انا مش مشهور ما احنا اتفقنا النوع الشرقي اول اللي هو الموضوع اللي هو ايه انا جبت كده حاجه طبعا التسكيشن كله واحد حركات مش مظبوطه هو مش مشهور لان المشلول زي ما حكي مشيت واقول لك العيان رجله بتحدث كده وفي منظر ده مش عليه اساس المشلول ايه ايه بريزنت اوبرال دي مش التكنيك ده الشلل ده مش موضوع عدم تناسق حركات ده الشلل ده انا مش عارف ايه يومين يعني واحد بيلونه عنده مول زي واحد بارك 17 18 حاجات كده بس بتظبط انا اقول لك ايه انواع التكنيك انواع التكنيك دي بتسكت بالشكل والطالب كان عليه يجمعهم من الكتاب كله فلقيتهم صعبة فقلت اجمعها لكم كده مرة في الدياجرام تشوفوها عشان يوم ما تسألوا ايه انواع الاستكشن دي يعني على التنصر والحركات يبقوا عارفين لو القصة اللي زي ما حكيناها واحد حركاته مش متظبطة لانه مش حاسس بالارض يعني الست اللي حلوة ضايعة كل من وراني بايظ هنسميها سنسور اكتاكشن زي اخيها بتاع السيفرت نقدر نقول عليه سنسور التكنيك لو الموضوع ان السيريلا هو اللي بايظ المخيخ ده بتاع الاسنان ان شاء الله نديكم العيان مريض السيريلا حته منه المفروض السيريلا اسمها نيو سيريلا نيو يعني مركب كده مكتوبه ايه نيو ريمبر نيو سيريلا ده لما يبوظ حركات العيان مش مظبوطه هجيب لكم العيان بص هجيب العيان وهيعمل زي ما انا بعمل كده هقول للعيان اللي عنده نيو سيريبيلم بايظ افرد ايدك كده على بعض حط صباعك على مناخيرك ده الاختبار المشهور بتاع السيريبيلم تلاقي بقى مريض السيريبيلم حركات غير متناسقه ده مش مشلول ده جايين من بيتهم جاي عمال ما يثبت على مناخيره ده واحنا خلصنا الحفظ ده عنده مشكلة في الاحتمال ثالث للأتاكسيا القصر الثالث يعني ليه جهد شوية نواصل رفت معاك من ديه مصطفى ومكبه وراك على طول خطة كده عشان نشرب لنا كده تالت احتمال الاتاكيا ان واحد عنده مشكلة في الانر اير، الانر اير بيقولوا عليها فيستيبولار، يعني لما يكون واحد عنده مشكلة في الاذن الداخلية، الاذن الداخلية دي بيقولوا عليها فيستيبولار اباريتس، هيسموا دي فيستيبولار اتاكيا بقى. تلاقي واحد عنده مشكلة في الحركات، عدد تناقض الحركات. طب لو سبب الاتاكيا الحاكم التلاتة اللي انت قلتهم تبقى مكتوب. يبقى كمان مرة انواع الاتاكيا اربعة. لو العين سنسيشن واحد مش حاسس بالارض حركاته مش متظبطه يسميها سيلز لو السيربيلا باي تبقى سيربيلا لو الاذن الداخليه السيربيلا لو اكثر من سبب بيك المرض اللي بعده مرض مهم وسهل في السيرينكوماليا بعد ثلاث دقائق قدمها بالعنوان ده يعني ايه السيرينكوماليا؟ ايه الاسم الغريب ده؟ اشرحه لك مرض مهم وسهل ادي يا عم اسمها الكوردو ادي اسمها الكوردو مين داير مين في النص؟ فاهم؟ مش مرض هنا.
بقول لك ايه اليوم انا عاوزها دي الدايره الصغيره دي. كتاب الكليه هقول لك قال ايه. طبعا انا كاتب المذكره ورقه يا باشا الكتاب بتاعك ماليش دعوه، انا بقولش رايي في الورقه اللي انا بكتبه، مذكره النظري ورقه انا اكتب فيها زي الكتاب بالظبط. انما انا عايز اقول لك بالظبط القصه بتمشي ازاي. كتاب الكليه قال لك المره اللي هنحكيها عباره عن ايه. الدايره دي صغيره اسمها السنتر الكنائي اللي مش باين فيه، بتيجي كده في حته في الرقبه سيرفايكال ريجون وفي الثوراسيك ريجون بتوسع الدايره دي بتوسع. انا عايزك لما توصل سنتاتك ويشرحوا لك الكلمتين دول تقول اه انا في يوم من الايام سمعتهم صح. وايه اللي وسعها دي؟ ده في الكليه ما قالتش حاجه. يعني ايش معنى يعني السبايدر كورد ده كله في حتتين معينين كده في الرقبه وفي السن السنتر كانوا وسعت اللي هي مكتوب عندك اخر فتره في جافيتي حته وسعت في السرات السرفايك وسرات. انا اقول لك يا عم الفكره ان العيانين دول بيتكون عندهم انتي بودي ما بتمشيش حاجه مش كتاب. العيانين دول بيتكون عندهم انتي بودي غلط. الانتي بودي بينشن يروح يموت النيورونز اللي حوالين السنترال كمان في المنطقتين دول سبايك وسرات. تخيل دلوقتي حوالين السنترال كمان النيورونز ماتت، الحته اللي حوالين السنترال كمان بقت هوا فاضيه، هوا فاضية حواليها سنتر الكنال تبتدي توسع، ما هي حواليها فاضي بس، إيه اللي ينفعها يعني؟ طب ودي لما توسع تعمل مشكلة؟ إيه اللي بيقول يا بنتي بتقرا؟ هوريك فين مشكلة يا عم؟ ما توسع، توسع إيه بس؟ هوريك فين مشكلة؟ فاكر مين كان بيعمل كروسنج على مستوى السبينال كورد؟ الحلوين ولا الوحشين بس؟ إيه وحشين؟ عينك على التلفزيون بص عليا بقى. عشان كده المرض الحصه اللي فاتت قلت لكم دي خارج الهرم اللي ورا. بصوا بقى يا كلمه البيت التمبريتشر كان بالكروس قدام السنتر كانت بيروح للاترال كولم ويطلع. الجماعه التعبانين كروس تاتش بريشر تيجي انجكشن بالسكشوال كان برضه خلايا من الهرم اللي ورا بس من لبنه غير اللبنه يروح للكولم اللي قدامي ويطلعوا. يا بابا لما السنترال كانال وسعت في حتتين سرفايكل وسوراتيك طب هي هتضغط عليهم وهم معديين تقطعهم يتقطع وما تنسوش ان في زيهم جاي لنا من الناحيه الثانيه اهي بص اهي في ارض ورا الناحيه دي ادي بينهم تمبريتشر جايين من الكولم بتاع الجنب الناحيه دي كده وين التعبانين التانيين كروت تاتش كروت ريشر تيجي انجكشن بالبيكشر بيطلعين كده اهو. اقرا كده مكتوب عندك ايه. العيان ده مشكلته المكان اللي هيوسع من السنتر الكنال هيقطع اللاترال والفنترال فاين سيراميك كان بيجي جنبيها من بوت سايد. طيب قبل ما تكمل معانا هما ليه سموا المرض الاسم معرض ده سيرينجو ميليا؟ شوف لقطه جميله للناس اللي عايزه تفهم. تخيل العيان اللي هو عنده المرض ده جينا رحنا عاملين لونج تيبن سكشن فلاش بكشن كده من فوق لتحت في السنتر الكلام بتاعته اللي هي دي المستنيه عقارب الطول. العيان ده هتلاقي السنتر الكلام كانت حلوه في اولها وحلوه في اخرها وسعت في النص في منطقه السيرفايكوسوراتيك بس مش هي وسعت في حته وكانت فوق كويسه وتحت كويسه احنا عملنا طول. طيب انا عايز اعمل لك متخيل شويه لو انا فتحت الحته اللي تحت المنظر اللي انت شايفه ده منظر ايه؟ سرنجة. ما هي دي سرنجو سرنجة ميه عند وقاع الشوكي سبان فور سرنجة من وقاع الشوكي الناس دي ما بتعملش عوض هم اصلا سيرينكو دم سيرينكو حقنة ميلي يعني سبينال كورد او مقاع الشوكي. عرفت يا عم سيرينكو ميلي ده شو ايه؟ فانا اتريق قلت لهم هيبقى فاضي. طيب العيان ده هيشتكي بايه ان شاء الله؟ بصوا يا شباب
العيان ده تقطعله النسرة مش بنسرة مش فارة مش فارة مش اوعى تلخبط مش الفارة كل كل في الحتة بس اللي هي وسعنا فيها اللي هي يعني منطقة وبالعيان يضيع منه احساسات البين والتمبريتش بتوع اللاترال سباينال ثلاثة المنطقة المصابة وكمان تضيع منه احساسات الفنترال سباينال ثلاثة اللي هما مين بقى؟ اخر مرة هنقولهم اللي هما مين النهارده اخر مرة فعلا هنقولهم اللي هما مين بقى هيضيعوا اللي عين هيشيلوا ان هما ضاعوا مين هما بقى بتوع الفنترال رول اخر مرة هنقولهم اسمع رول بانش رول بانش تكلمني هو إيش؟ إيش هو إيش؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ جماعة مرضوا تاني مرة ما تحكوش الناس عليهم. تعيان اللي عندهم ضيع منه من حتة فوقية من سنه ومدراعين. إيش هو اللي ضيع من هنا من هذا الدين؟ ولا تكلمني هو إيش اللي هتقوله؟ إيه أكيد اللي هتقوله؟ العيان ضاع منه بينه تمبريتشر. روت ماتش روت ماتش روح حد بوقك خلص العيان ده بس كأنه لابس جاكيت كده بس لبه شخص ده المسؤول اللي عيب الشمال شايفه واحد رباعي كده يجي يا رب الحس ان عضلي يتناكل من الحس دي كأنه لابس جاكيت بحس حاجة لا بين ولا تمبريتشر روت ماتش روت ماتش الحته الفوقانيه من صدره اللي انا منقطها والدراعين تلاوين هاب في الشفه يقول لك سمعت عن الجاكيت سنسوريوس هتقول له ايوه ده عيان ستريك مميز مكتوبه من ايد العيان دي بص على ايد العيان هتلاقي ان فيها كلمه جاكيت سنسوريوس في كلام كتير ايوه فانا ازاي ده بس كانه لابس جاكيت مش حاسس لا بيه ولا تنشر ولا تنشر ولا تنشر تفتكر احساسات الدونت كولر بص على التابلو اللي بيخشوا كده من الروت اللي ورا وعلى الكولر اللي ورا كده بتوع الناحيه الثانيه من الروت اللي ورا وعلى الكولر اللي ورا كده هل هيأثروا في الراس بتاعك؟ ايه اللي هيأثر؟ مالهم هم هم الاستنسر والبنان اللي واقف والبعاد قوي ما لهمش علاقه بيها اساسا العيان ده غريب قوي عندي في العياده اشكه في دبوس الحته العاليه دي من صدره دبوس مش حاسس وجع لكن المسه فاين تاتش حاسس ما انت عندك الدورس كله سليم في ناس منكم نامت مش مركزه وده شيء يبهدل الموضوع بص تاني على التابلو اخر مره الحلوين عندك بتوع الكولا من وراني دول بيخشوا من بوستير الروت على الميديا ديفيجن على الكولا مع طول مالهم هم ومال السنتر والكلام اللي وسط يبقى الاربعه الحلوين لن يضاروا في العيان ده في اي مكان في جسمه كله فاهم وبالعيان في الحته المصابه بالدراعين حته العيان من صدره تشكوا في دافوس مش حاسس وجع طب يلبسوا فاين تاتش حاسس حتة ان العيان يضيع منه بعض الاحساسات والبعض لا بيسرقوا في الشجرة اسمها ديسوسيشن انفصال ديسوسيشن وفودين انفصال انفصال شوية ضعوا شوية اخر مرض نظر وامه السؤال خلاص ده الاخير في الحصة سوري في حتة بريد ستيم الاول مسكيور استنى استنى لان تعاود الطالب هو اللي بيردها تفتكر البنين ستيم لو بابا على ناحية الاحساسات كلها رضيع حلوين وحشين دي الصيدة اللي هو بصيدة يعني تاني ما هو اكيد كلهم عملوا كروسنج وخلاص بنوين تجاوبوا له ده بريد ستيم هوبلو سلامك سندروم نبتدي عليها نظر امام مستاذ في الاخير بقى معانا فبين النهارده عجبت الشيرت ده اللي هو العيان اللي كان عنده اثنين تريشولد هاي ولا هو ده؟ هاي بدات اشك جامد كده وبتاع هحكي لكم بقى قصته بتاعه يلا مش هو الكلام كده 10 دقايق
يعني تركزوا دلوقتي لان معظم الكلام اللي هقوله مش امتداد معتمد على شرح خاص ليا انا فركزوا معايا شويه ده الفرق خلاص ده الفرق السلام ده على فكره هناخده في الترم الثاني معاك في جوه 50 60 نوكلاي علينا اسامي شويه منهم يعني نوكلاي كتير قوي من جوه السلام ده حكايه قول والله كتير قوي المهم المرض اللي بنحكي فيه بنتكلم عن عباره عن ايه؟ ارتري اسمه ثلاموجينيكريك ارتري لبرانش البوستيرو سيربرال اتقفل بجلطه على فكره اسم الارتري ده مش موجود في كتاب الكليه فلو مش عايز تحفظه بلاش بس انا جيت يعني مش مره ان انا احكي لك مرض ساقه ارتري اتقفل ما بقولكش ناميه بتقولك في الكتب بتاعتنا كبيره اسمه سلام وجينيكوريز ده بلاش مدير السيرفر لا ده عارف عارف حاجه ده انا جاي في امتحان الارضي المهم اشمعنى يعني الارضي ده اللي انت مركز عليه ده حكايه يا ابني انت عارف الارضي ده لما يتقفل اهم اثنين نيوكليات السلامة ده في كتير اهم اثنين هيبقوا جوه السلامة اللي هم مين بقى اللي كانوا سبلاي في الارضي ده خد عندك اول واحده فيهم انا عايز اكتب كويس اللي هي البوسترو فينترو او البوسترو فينترو دي اكتب لي كويس فينترو بيزا هي دي فينترو بيزا اللي احنا حكينا عليها ياما اللي كانت ثيرد اوردر نيورون للكورد سنسيشن الكامله للباشا دي كانت الثيرد اوردر نيورون لكل السنسيشن اللي طلع ورايح الباشا ادي يا عم الباشا في ليفربول دي هتبوظ الارتري لما يتقفل دي هتبوظ هقول لك هيحصل ايه بس لو نعرف مين الثاني هتبوظ الاونلي اونلي موتور نيوكليس في السلمة روح على طول على فكرة السلمة كل النيوكليات بتاعته سنسوري ما عدا واحدة موتور اسمها فقط لاترال فينتر هتبوظ روح معايا خلي بالك السلام من كله سنسوري ما عدا دي الوحيده اللي مضر فيها لاترال فينتر واللاترال فينتر دي بتاعت ايه؟ دي تبع الحركه؟ ايوه اللاترال فينتر دي موصله ما بين السريبيلم المخيخ بتاع الاتزان مع الباشا بتعمل تناسق الحركات بتظبط الحركات ما بين السريبيلم والباشا مين الباشا؟ السريبيلم كله يبقى تاني يا شباب الدخله دي مهمه التلامس سندروم عباره عن ايه؟ جلطه قفلت ارتري مش مهم ايه مش عليك الارتري ده لما يتقفل على الوجه التحديد ده بالذات اهم اثنين نيوكليات الصلمه هيبوظوا مش الصلمه كله بعض الصلمه كبير دول بس اللي هيبوظوا ازاي ده ده النيورون بتاع كل السنتيشن اللي طلع اللي هي جمله سميناها قبل كده فينترو والموتور نيوكلينس الوحيده في السرنا في ركعه الجول اسمها لاترا فينتر اللي موصله ما بين السيريبيلا والدمش على بركه الله تعال بقى للاعراض باظ ايه اللي هيحصل؟ نمسك الاول السنسوري انت عارف لما الفينترو فينتر دي تبوظ على ناحيه بتسيب اوضه النيورون بتاع كل اللي طالعين لفوق السنسيشن كلها حلوين ووحشين هيضيعوا من العيان سنسايد ولا اوفر سايد؟ اوفر سايد ايه ده اول حاجه حصلت العيان ضاعت منه كل السنسيشن حلوين ووحشين على الاوفر سايد يسموها هيني انستيزيا هيني يعني ايه؟ نص الجماعه الكرود يا ريت تتابعني بقى الله يخليك اللقطات اللي جايه الاحساس التعبان في الكرول سألوا روحهم احنا ليه بقى؟ صدقهم الفاين ايوه مكملين للباشا ودي محطه بتاعتهم بنتو بيزا ما عادش بيتكلم بقى بقى ليه؟ الجماعه الكرول لازم تتابعها شوف بيتكلم ازاي الكرول الاحساس التعبانه بين وبين بريتشر وكروز باتش وكروز بريتشر والكلام ده سألوا روحهم
قالوا احنا ليه ضعنا مع الفاين؟ احنا مالنا ومالهم؟ طب الجماعة الفاين الحلوين اللي بيتحسوا بسوماتيك سنسوريا وان فور دول هما اللي انتردوا وردوا اليوم بتاعهم بيترو بيزا. احنا الكروت بنتحسن بالطرف بحيث الثانية ما بضتش ومراحوا راجعين لك بعد كذا شهر بالعيام. يبقى الاول كلهم ضاعوا، بعد شوية الكروت سألوا روحهم احنا ليه بعنا؟ احنا مالنا ولا اللي ضاعوا؟ قالوا لا احنا مالناش دعوة، احنا بنتحسن بالطرف فرجعنا تاني. طبعا كلام هو ده كلام الكتب في الدنيا كلها، كلام يعني مش مجروع قوي. يعني كنت سألوا روحهم وما يتنعبت من الأول يعني ايه اللي ضيعهم كذا شهر؟ شوف أولاد أنت أقولكم مفيش كتاب في الدنيا شرح ليه عريان السلام السندروم مش لقيتها. ليه عريان السلام السندروم؟ الأول كله ضاع فاين وكروت في نص جاي، وبعد ثلاث اربع اشهر الكروت رجعوا. طب مين الكروت ضاعوا من الاول؟ ده المفروض مالهمش دعوه، ده المفروض بيتحسوا بالثمر في حته ثانيه. انا ليا رؤيه ما تعتبرش دي اجابه، اعتبرها رايي في الموضوع، خد على انها راي مش كده. انا متصور ليه الكروت اكتفوا كام شهر؟ انا حاسس ان كلنا بنستخدم في حياتنا الاحساس الفاين اكتر، يعني انا وانت عندنا فاين تاتش فعاملين شويه انيبيشن على الكروت تاتش، يعني ليه نركز معاه؟ احنا عندنا فاين. يعني في الوضع العادي فينا في شويه انيبيشن على الكروت تاتش، احنا مركزين مع الفاين اكتر. يوم ما الفاين يضيعوا عبال ما الاحساس الكروت يفوق بالانيبيشن وتشتغل هي وتفوق الموضوع بتاخد وقت كذا شهر. ما تعتبرش ان دي الاجابه صح 100%، ده رايي. ليه اكتفي كذا شهر؟ رايي ما مش وحش قوي يعني، قريب ممكن تطلع في يوم قريبه جدا. كيف؟ طب خلي بالك من ضمن الكرون اللي رجعوا بقى البين زي ما حكيت لك. العيان ده تشوف كوكابوس مش حاسس، تزود الشكه مش حاسس، تزود الشكه قوي حس بين وحس وماكسيمال. سميها القصه دي ان هو اول ورن حته انه احتاج ستيمولس قوي دي، يبقى البنت ريشو تحصل له ايه؟ تاني انا برضه ليا راي برضه مش في قدره. طب ليه اخينا ده يحس بيه جامد قوي؟ انا متصور ان دي هتطلع حاجه ملهاش تاني 100%. البين كنترول سيستم مع الاصابه بتقطع سكتهم. الجماعه اللي كانوا بيقللوا الوجع فينا الانجيزيك والاوبييت والكلام ده اكيد الاصابه هنا اللي بتحصل دي بتطيرهم، بحيث ان دلوقتي مفيش كنترول على البين، فالبين بقى عالي قوي فعلا. مكتوب عندي الاخر سطرين احنا هنا محتاجين سترونج ستيمولنت تو ريفيتي، لما اشوفه شفنا جامده والعيان يحس بوجع ماكس من الحاجه. طب تعالى بقى على الحركه اللي الصفحه بتتابع. العيان ده حركاته مش متظبطه، سميها ايه الحركات اللي مش متظبطه؟ حتى نفس التعريف الدولي. ادراك. ما هو العيان المشلول حركاته مش متظبطه، لازم تكمل الانفلونزا. عارف ليه العيان ده حركاته مش متظبطه بتاع السيرفس سندروم؟ اول واحد هيعرف تجربه. تخيل يا ولاد النيوكليس الموصله الباشا بالسيربيلا اتضربت. يبقى كأن العيان ده دلوقتي ما عندوش سيربيلا. المخيخ مش موجود، ما انت قطعت السلك اللي طالع منه. كأنه مش موجود. يبقى السكت هنا ليها سبب سيربيلا. كمان العيان الاحساس الحلو ضايع منه الناحيه المصابه. من ضمنها البريشر. العيان ده مش حاسس بالارض، طول ما هو ماشي عمال يخبط جامد. يبقى ليها سبب كمان تنسل. الاتاكسيا لما يكون ليها سببين كتاب الكلية ما قالش ماكس، فين هيبقى ماكس؟ ده يسألك حد واحد من الاكسترنال ولا عارف. ما دام ليها سببين الاتاكس تبقى ماكس. اخر حاجة في العيان ده يقول لك عنده ايموشنال ديستربنس واضطرابات نفسية. وده ايه اللي يزعله؟
بقول لك اعنف الم يمكن تخيله بينتحر. هيقعد يتفرج على التلفزيون ويضحك. اكيد ما يعمل تاني. عنده ايموشنال ديستيرب. اخر حاجه مكتوبه في الورقه دي حكيناها من شويه اللي هي سوماتيك اكسبلينيشن ويمكن نص عايز اقول لك السنسوري تبقى في النص واقع. طب اشرحها من احد الحتت. انت موجوده في الناحيه المذكره بتاعتي.